بالإجابة سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الآن الفرصة. كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع، اضغط على الزر بسرعة. مرحبا أحبائي في عدد جديد من حصتكم أسرع جواب. أسرع جواب لكم تسنوا فيها كامل. أنا تاني توحشتكم بزاف بزاف، على بالي بلكم تسنوا فينا، وحنا تاني فرحانين بزاف لأن نطلوا عليكم بهذه الحصة الجميلة اللي يحبوها الأولياء والأطفال. أنا بزاف أصدقائي والناس اللي راسلونا على صفحة الفيسبوك عمو يزيد تي في ولا حساب الانستغرام وكامل، قالوا لنا باللي رانا نتبعوا في الحصة مع أولادنا عجبتهم. والله شيء يشرف، شيء جميل جدا أننا نكونوا نطلوا عليكم بحصة تعليمية وترفيهية كما هذه اللي تقدروا تشوفوها مع أولادكم وتتنافسوا، بلك ولدك يجاوب، بلك أنت تساعدوا، بلك شيء جميل جميل جميل. حبيناكم تستمتعوا معنا، إن شاء الله إن شاء الله تكونوا تستمتعوا معنا. إذن هذه الحصة هذه هي مسابقاتية تنافسية بين طفلين بأربع فقرات، فقرة جميلة. اليوم معنا عبد الحق، واش راك وليدي؟ لاباس الحمد لله. اش حجمك معدل عبد الحق؟ 39. الله يبارك الله يبارك وليدي. من جيتنا عبد الحق؟ وين تسكن؟ مدية. اي مدينة؟ العمارية. مدينة الطيب الجغلالي الله يرحمه. تعرفوا الشهيد الطيب الجغلالي؟ هو من مدينة العمارية اللي نعتز به ونفتخر به، شهيد الوطن. اذا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيتنا لكل سكان العمارية وولاية مدية. وسيم ولدي واش راك؟ لاباس. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك، فرحان لي راك أنا؟ إيه. مولف تشوف هذه الحصة؟ إيه. واش من فقرة مولفة تعجبك بزاف؟ أسرع جواب. أسرع جواب، كاع الحصة تعجبك؟ إيه. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. إذا احنا ثاني فرحانين اللي راك معنا اليوم هنا، أنت شاطر في الدراسة؟ إيه. هاي مليح. اضغط على الزر بسرعة. فقرة الثقافة العامة. السؤال الأول، لكل مواطن جزائري حقوق وواجبات، أذكر ثلاث حقوق. يلا عبد الحق وليدي. الحق في الرعاية الصحية، الحق في السكن والعيش الكريم، الحق في الترشح والانتخاب. في؟ الترشح والانتخاب. برافو برافو برافو. هذه وكاين كاين حق مهم كذلك يهم الأطفال، وش هو؟ الحق في التعليم. في التعليم، برافو 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 برافو. الدراسة. إذن أنا نقطة لعبد الحق، برافو برافو. تعرف هذه الحقوق التانية؟ جميل جميل. الإنسان عنده حقوق وواجبات، مليح أنه يطالب بحقوقه ولكن لازم يقوم بواجباته يا أخي. برافو. ما هي عاصمة دولة الإمارات؟ دبي. لا لا، الإمارات هي العاصمة الاقتصادية. لا لا، عاصمة الإمارات. يلا. أبو ظبي. برافو برافو برافو. عاصمة أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات هي أبو ظبي. ما هي العملة تاعهم؟ بماذا تعمل العملة؟ دينار. لا لا، بماذا؟ مش دينار يعني درهم. قالوا درهم فيزا، انا قلت درهم، قالوا هم. شو اللي يدي؟ ولا واحد. لجنه التحكيم قلت لك ولا واحد يدي هذه النقطه هذه. معليش معليش، لجنه التحكيم قاسيه بالمرات، لازم تتعاملوا معها. معليش. اذا عاصمه ابو ظبي قالنا وسيم، اذا نقطه لنقطه، برافو. هي ابو ظبي عاصمه الامارات. ما هو اسم صغير الدب؟ صغير الدب صغير الدب. وعرش بيها صغير الدب هو الديسم، هو صغير الدب ديسم مشهور عليها. ما هي المادة التي تشكل 80% من حجم دماغ الإنسان؟ رياضيات. لا لا لا، المادة. عربية. لا 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 لا، المادة المادة يعني المادة المادة التكوين تاع المخ يعني المادة. لا لا، مش الأكسجين. يلا. الماء. ها؟ الماء. الماء 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 وسيم.
الماء هي المادة التي تشكل 80% من حجم دماغ الإنسان. ما هو أضخم بناء في العالم؟ سور الصين العظيم. سور الصين العظيم. سور الصين العظيم. يلا وسيم 3 نقاط، عبد الله نقطة. ساعدناك شوية عمو يزيد، يساعدكم ساعدكم للاثنين، ولكن وسيم هو اللي أخذ الفرصة. برافو. نحضرك أحبائي فقرة التربية الإسلامية. اضغط على الزر بسرعة. فقرة التربية الإسلامية فقرة جميلة أردناها من أجل باش نبينوا ونوريو لولادنا مبادئ ديننا الحنيف. الحمد لله على نعمة الإسلام. الإسلام هو دين إتقان العمل، دين التآخي، دين الإيثار، حسن المعاملة. يا أخي عبائي، ما هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان؟ شعبان. شهر شعبان. برافو برافو برافو. إذن عبد الحق نقطة. شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان. في أي سورة تم ذكره؟ لا لا حطوا يديكم. بزل. في أي سورة تم ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. سورة البقرة. في أي آية؟ شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس. برافو برافو برافو، صدق الله العظيم. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. برافو برافو. هي سورة البقرة الآية 185. عبد الحق 3 نقاط، ووسيم 3 نقاط. منافسة، أوه منافسة كبيرة 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 كبيرة. متى يجب الإمساك عن الطعام والشراب؟ في شهر رمضان. متى؟ وقت المغرب. لا من صلاة الفجر. متى يجب الإمساك عن الطعام؟ في صلاة المغرب. وقت الفجر. في طلوع الفجر. عند طلوع الفجر الإمساك. عند طلوع الفجر الإمساك. آه عبد الحق 4 وسيم 3. إذن يجب الإمساك عن الطعام والشراب عند طلوع الفجر. في شهر رمضان هناك ليلة مباركة ذكرت في القرآن. سورة القدر. ليلة القدر. مش سورة ليلة القدر. إذن عبد الحق ليلة القدر. أو 5 نقاط وسيم 3 نقاط. إذن الليلة المباركة التي ذكرت في القرآن هي ليلة القدر. تعرفوا سورة القدر؟ لا. شو اللي قبل يقولها لنا؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. برافو برافو برافو. إذن هي الليلة المباركة. ما هو دعاء ليلة القدر؟ شكون يعرف كاين دعاء في ليلة القدر معروف؟ واش يقولوا الناس في ليلة القدر؟ يدعو ربي سبحانه وتعالى. هذا الدعاء يتعلق بالعفو. ربنا احفظ عنا. هذا الدعاء قالت عائشة رضي الله عنها، قالت له يا رسول الله ماذا أقول في ليلة القدر؟ هو اللي قالها هذا الدعاء. وش هو؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. نحضرك أحبائي لفقرة تاريخ جغرافيا وعلوم. اضغط على الزر بسرعة. ما هو السبب الذي اخترقته فرنسا لاحتلال الجزائر؟ حادثة المروحة. برافو 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 برافو. هما كانوا يحوسوا على هذا السبب غير مباشر، لأنه هذا السبب المباشر، ولكن الأسباب غير مباشرة كانت عديدة. هما كانوا عينهم على الجزائر، على ثروات الجزائر، باش ما يدفعوش المديونية، لأنه فرنسا كانت مدينة للجزائر. نعم. إذن حتى باش ما يدفعوش الديون كامل اخترقوا هذه الحادثة هذه باش احتلوا الجزائر. ما معنى المدن المديونية؟ المدن المليونية هي التي ضحت بالكثير من الشهداء. لا لما نقولوا هذه مدينة مليونية وش معناها؟ فيها كثير من الناس. إيه؟ أكثر من مليون نسمة. برافو برافو برافو. إذن وسيم
وسيم 5 نقاط، عبد الحق 6. برافو برافو برافو. إذن المدن المليونية وهي كثيرة في الجزائر، مدينة سطيف، مدينة وهران، مدينة كل هذه الولايات، هذه هي ولايات مليونية. إذن المدن المليونية هي المدن التي يتعدى سكانها ولا يكون يساوي مليون أو أكثر نسمة. ما هي شروط عملية التركيب الضوئي؟ وجود الضوء، الهواء، والماء، أكسجين. ما هي شروط عملية التركيب الضوئي؟ الضوء، وجود الضوء. الضوء، الماء. أنت قلت لي الضوء، أنت قلت لي الماء. والهواء. الهواء، الهواء موجود. يلا يلا خصني اللي يعطي لي كلمة ثالثة نعطي له النقطة. ما هي شروط عملية التركيب الضوئي؟ وش فيه التركيب الضوئي؟ فيه الماء وفيه الضوء، وش الأخر؟ استنشاق خاصة الأكسجين وطرح. المكان المناسب؟ لا لا، وش هو؟ CO2. برافو برافو. إذن CO2 نقطة لوسيم. إذن معلش، أنت قلت لي الماء، أنت قلت لي الضوء، وهو قال لي CO2، يعني ثاني أكسيد الكربون هو CO2. وكاين كذلك الأملاح المعدنية واليخضور، اليخضور كذلك والأملاح المعدنية مهمة جدا في عملية التركيب الضوئي. ما هي المشاكل التي تعاني منها المدن؟ كثرة الموتى وال... لا لا، المدن، المدن الكبيرة هذه وش هي المشاكل اللي تعاني منها؟ تلوث الهواء. تلوث، برافو برافو. التلوث، نقبلوا الجواب تاعك. التلوث والزحف العمراني كذلك، يعني يعودوا غير يبنيوا ويبنيوا ويبنيوا، ومن بعد ما كانش الأراضي الفلاحية، ما كانش هذا هو المشكل. إذا هو التلوث، المدن الكبرى التلوث. لذا دائما نقولوا للناس أصحاب السيارات مثلا يردوا بالهم، حتى التلوث، حتى رمي القمامة، حتى عدة أشياء لازم نقوموا بها باش نقضيوا على التلوث، على الأقل نقصوا من التلوث في المدن الكبرى. خاصة القمامة لازمها ترمى في المكان المخصص لها، ما نبقاوش نرمي وين جات كامل. يعني من هذا المنبر هذا يا أطفال والأولياء كذلك، لما تروحوا للغابة ولا تروحوا في أي مكان، ولا راك في السيارة ولا، ما لازمش نرميو المهملات في أي مكان، لازمها تكون في كيس مغلق محكم الغلق، ونديروها في سلة المهملات في أي مكان، ولو نخليها في السيارة ولا في نديرها في جيبي، حتى نلحق للبيت ولا نلحق المكان فيه سلة مهملات. يا أخي أحبائي، اضغط على الزر بسرعة. فقرة جزائرنا هي الفقرة التي أردناها ملمة بالجزائر، تخليدا لشهدائنا الأبرار ووطننا الحبيب كذلك، وكذلك باش نعرفوا الجزائر لأصدقائنا واللي راهم يشوفوا فينا كذلك من الدول العربية وكامل، باش لأنهم يحبوا الجزائر ويحبوا يتعرفوا عليها كذلك، وأطفالنا كذلك باش يتعرفوا على هذا الوطن الحبيب. أذكر 3 متاحف موجودة في الجزائر العاصمة. شكون؟ أجل تحكي. مقام الشهيد عبد الحق. مقام الشهيد. متاحف، أذكر 3 متاحف. متحف المجاهد. متحف المجاهد، برافو. متحف معهد الفنون الجميلة. متحف الفنون الجميلة. يلا رجل التحكيم أعطانا 2 متاحف، نقبلوهم؟ نقبلو، احنا طلبنا 3 وأعطانا 2. معلش نعطوا له نقطة لعبد الحق. إذا في الجزائر في مقام الشهيد كاين متحف المجاهد، وكاين متحف الجيش كذلك، الجيش، وكاين متحف الباردو. متحف الباردو مهم جدا، جاي في الجزائر العاصمة، في وسط الجزائر. وكاين كما قلت لي متحف الفنون الجميلة، وكاين متحف الفن الحديث كذلك. وعبركم دركا أحبائي، في معظم الولايات هناك متاحف، كل ولاية فيها المتحف تاعها. جميل 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 جدا، لازم تروحوا له. ما هي الولاية التي تشتهر بزراعة البطاطا حاليا؟ سعيدة؟ لا لا، مش سعيدة. ما هي الولاية التي تشتهر بزراعة البطاطا؟ سندوف. لا 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 لا، عم يجيبوا منها البطاطا بزاف. كي تروح للمارشي هكذا يقول لك البطاطا تاع هذيك المدينه، مدينه جميله جميله جدا وناسها اجمل. واتسوف. اذا ولايه الوادي هي التي
دركا اللي عندها أكبر 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 إنتاج للبطاطا في الجزائر، ونحيوهم على هذه النوعية وعلى هذا المجهود الجبار اللي يقوموا به، لأنه على بالكم بالاستقلالية الغذائية للدول مهمة جدا جدا جدا. في الشمال الشرقي لولاية المسيلة يوجد معلم أثري مهم، ما هو؟ قرأت؟ محمد. شو قالها الأول؟ قلعت بن حماد. يلا عبد الحق هو اللي قالها الأول. قلعة بن حماد، قلعة بن حماد هي اللي موجودة في ولاية المسيلة، قلعة جميلة 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 جدا. يلا إذن عبد الحق 10 نقاط، وسيم 6 نقاط. ما هو اللباس التقليدي الجزائري لمنطقة الصحراء؟ في الصحراء واش يقولوا المرأة واش تلبس؟ لا لا، في الصحراء، في الصحراء واش تلبس المرأة؟ لباس قبائلي. قبائلي في الصحراء؟ لا لا، منطقة القبائل هذيك. يلا الصحراء واش يلبسوا النساء في الصحراء؟ عندهم لباس تقليدي. الملحفة الصحراوية أحبائي، الملحفة، الملحفة الصحراوية مهمة جدا جدا، يلبسوها في الصحراء الجزائر الجميلة الجميلة. تحياتنا لكل سكان الصحراء وكل سكان الوطن الحبيب. إذن عبد الحق 10 نقاط، وسيم 6 نقاط. أحبائي عبد الحق 10 نقاط، تحب البازل عمو يزيد يهديك هذا البازل الجميل الجميل الجميل، إن شاء الله تستفاد به ولدي، ونعطيك كذلك هذه المجلة الجميلة الجميلة اللي هي مجلة عمو يزيد لأول مرة، لأول مرة هذه المجلة وهذا البازل متواجدين في كل المكتبات. ووسيم ما خرجش تروح يديك فارغين، احنا ثاني نعطيك هذه المجلة، تحب المجلات، هذه المجلة الجميلة اللي هي مجلة عمو يزيد، إن شاء الله تستفاد بها ولدي. شكر والدي على مساعدتي في مشاركة هذا البرنامج وكل طاقم قناة عمو يزيد. أشكر والدي على مساعدتي في الربح في مسابقة أسرع جاوب، وأشكر طاقم عمو يزيد على الاستضافة الكريمة. وأنا ما بقى لي لنقول لكم بقوا على خير، سنونا في عدد جديد من حصتكم أسرع جاوب، ولا حبيتوا تجوا تشاركوا معنا في هذه الحصة ما عليكم إلا توجهوا موقع الانترنت عمو يزيد.com ولا صفحة الفيسبوك ولا حساب الانستغرام عمو يزيد تيفي. سلام، نحبكم أحبائي. بالإجابة سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الآن الفرصة، كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع، اضغط على الزر بسرعة.